بالعودة لملف أزمة أوكرانيا وتحديدا تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التي قال فيها إن رفع العقوبات شرط لتحقيق تقدم في مفاوضات السلام مع كييف. دعونا نتوسع في الحديث حول هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا. ينضم إلينا من موسكو الكاتب والباحث السياسي ألكسندر غورنوف. سيد ألكسندر أهلا بك معنا. دعنا نتطرق إلى تصريحات وزير الخارجية سيرجي لافروف عندما يتحدث بأن رفع العقوبات المفروضة على روسيا جزء من مفاوضات بين موسكو وكييف. ما مدى صلاحيات كييف هنا تحديدا في هذا الإطار عندما نتحدث عن عقوبات غربية مفروضة على موسكو؟ لا أظن أن كييف تستطيع القيام بالكثير فيما يتعلق بالعقوبات الغربية على موسكو، لأنه أولا فكل العقوبات المفروضة الآن على روسيا من قبل الغرب تم التخطيط لها قبل نشوب النزاع بفترة طويلة، أي قبل شهرين بفترة طويلة. فبإمكاننا أن نذكر حتى السيد ترامب الذي كان يتحدث عن العقوبات من جهنم، أي أنه كان يخطط الأمر منذ سنوات. والأمر الثاني والسبب الثاني لما لا تستطيع كييف القيام بالكثير هنا هو أن كييف ليست مسؤولة عن بعض الأفعال، فالسيد زيلينسكي متحكم به بالكامل من قبل واشنطن وأيضا من قبل سياسيو الناتو أي سياسيو بروكسل. فأظن أن المفاوضات الروسية الفعالة بحلول أو بخصوص إنهاء الأزمة في أوكرانيا ورفع العقوبات كما سألت يجب أن تقام ما بين موسكو وواشنطن أو موسكو وبروكسل. ولكن ما الذي ذكره السيد لافروف هو أنه لا يرى نية الدبلوماسيين الأوروبيين على إنهاء النزاع، لأن المسؤولين منهم أي قالوا مؤخرا أن النزاع يجب أن يتم تسويته على ميدان المعركة. فهذه ليست بكلمات الدبلوماسيين وإنما بكلمات جندي أو جنود، وهذا ما الذي قاله الدبلوماسيون الأوروبيين بما في ذلك وزير الخارجية البريطاني، أي أن تتم التسوية على ميدان المعركة. طالما هم يقولون ذلك فلن يكون هناك أي مفاوضات مثمرة حسب رأيي. ولكن إلى أي مدى اليوم موسكو مستعدة لسيناريو إطالة الحرب في أوكرانيا سيد غورنوف؟ هل هي معنية اليوم فعلا بحل سلمي، خاصة بأنه الحل على ما يقوله الغرب وسمعنا تصريحات كهذه تكمن في انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا بالكامل؟ لا أظن أن موسكو يعنيها فعلا ما الذي يظنه الغرب. فروسيا تقوم بما يتوجب عليها فعله على ميدان القتال، وروسيا أعلنت أهداف العملية العسكرية التي تقوم بها في أوكرانيا، والهدف الأول هنا هو إنهاء الحرب في شرقي وجنوب شرقي أوكرانيا، والتي بدأته أو شنته كييف قبل ثمان سنوات بعد الانقلاب الذي تم خمده في كييف. بدأوا الحرب في دونيتسك ولوغانسك واستمروا بقتل الناس. وذكرنا السيد لافروف أن أكثر من 14,000 شخص لقوا حتفهم على أيدي الأوكرانيين، والهدف الأول للعملية الروسية كان إنهاء هذه الحرب، أي إيقاف قتل الناس. حوالي مليون منهم هم من الروس، هذا الهدف الأول. أما الثاني فهو نزع السلاح الأوكراني والوصول إلى وضع لن تستطيع بعد أوكرانيا أن تبقى فيه كتهديد لأمن روسيا، لأن أوكرانيا تم تسليحها بالكامل ومن قبل دول الغرب ودول حلف شمال الأطلسي، فكان لها وجهة نظر معادية للغاية وعدائية تجاه روسيا. فروسيا تود أن تشعر بأمان أكبر بحدودها الجنوبية.
أما الهدف الأخير لروسيا في أوكرانيا هو القيام بما نسميه هو بنزع النازية كما نسميه. لم يعد الأمر بسر على أحد في العالم ولم يخفى على أحد أن النازية والحركات النازية أي أن الأيديولوجية النازية شعلتها قوية في أوكرانيا وأغلب القوات. ولكن اسمح لي على المقاطعة سيد ألكسندر. أوكرانيا اليوم تتسلم أسلحة والمزيد من الأسلحة من الدول الغربية من جهة. معركة دونباس لم تحسم حتى اللحظة وهناك تطورات على ما يبدو بأنها خطيرة اليوم سيد ألكسندر، عندما تتحدث مصادر روسية بأن مناطق داخل الأراضي الروسية مثل بريانسك تتعرض لقصف أوكراني، أليس هذا يعني توسيع لرقعة الحرب إلى داخل الأراضي الروسية؟ الحرب تدور رحاها على أراضي أوكرانية فحسب، وتقوم روسيا بأنشطتها على أراضي أوكرانية، ولكن أوكرانيا أحيانا تستخدم إما المسيرات أو المدفعية بعيدة المدى، وهاجمت عددا من النقاط الحدودية على الحدود ما بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك فقامت بعدد من الهجومات على بعض القرى في الأراضي الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، ولكنها متفرقة ولن أسميها بأن الحرب امتدت رحاها إلى الأراضي الروسية، هي فقط للدعاية والإعلان الأوكراني فحسب. عندما يقومون بتسيير المسيرات وتقوم بإلقاء القنابل أو القذائف على القرى الروسية، ومن ثم يقولون أن الحرب امتدت إلى روسيا. شكرا لك على المشاركة معنا السيد ألكسندر غورنوف الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من موسكو.